وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هنا سعيد بن المسيب الآخرون يذكرون لا بأس أن يلبسها تحت الثياب حتى لا تكون يأخذ مظهر وشكل خارجي. إذن القضية دائرة عند الحاجة. والأئمة الأربعة ما عدا مالك يرون ثلاثة ما عدا مالك يرون جواز لبس المنطقة إذا كانت لشد ليش النفقة. والمالكية منهم من يقول يجوز لبسها، ابن حبيب يروي جوازها إذا كانت له خاصة، لكن إنسان عنده منطقة ومش قادر يلبس ولا متضايق منه قال لك يا أخي البس لي هذه معاك، لا يجوز لأنك تلبسها لمنفعة غيرك، أنت تباح لك لحاجتك الخاصة إليك. فإذا كانوا جماعة ونفقتهم واحدة المصلحة مشتركة. إذا لبس الكمر جائز عند الجمهور، إلا أن الجمهور يقولون فوق الإزار لا بأس، وما يقول لا خليه تحت الإزار يبقى على البطن على اللحم ويجي الإزار فوق منه. فما دام حلبسها خليها تنفعني من أن تشد الإيش الإزار حتى لا يسقط، ما دام للحاجة وحمل النفقة خليها أيضا لحمل الإزار. إذا الرأي عند الجمهور ما عدا كراهية مالك لرواية عبد الله بن عمر لا بأس بلبس الكمر فوق الإزار إذا كانت فيه النفقة، فيه الأوراق، فيه جواز السفر، فيه لوازمك، ويكون فوق ليش فوق الإزار لا بأس به. نعم. يقول هنا في هذا لا بأس أن يلبس المنطقة إذا كان طرفها سيور. الآن فيه سيور وفيها أبزيم حديد، وتدخل سير الحديد في هذا الأبزيم ويشبكه. أول ما كانش فيه استعمال الحديد في المنطقة، سيور من الطرفين، كل سيور طوله حوالي شبريد، من الوسط واحد ومن الطرف ومن الطرف، فتأخذ هذا وتربطه عقدة وتأخذ الطرف الثاني وتعقده، وكذلك الطرف يعني ما تكونش مخيطة على إيش على جسمك. فسواء كانت أطراف سيور تعقد أو كانت سيور إيش، بل بعضهم يكره العقد ويقول تلف على وسطه وتجعل بين الكمر وبين الإزار، لأن بالعقد صارت محيطة. فسواء في الوقت الحاضر ما في سير ولا في عقد، هناك فيه كما يسمى الأبزيم، يدخل سير الجلد في حركة الأبزيم والمسمار يمسك الإيش الخيط الشريط، فلا مانع في ذلك لأنها لم تكن محيطة الإحاطة الكاملة، ولحاجة النفقة والورق ولوازمه أبيح له ذلك كما أبيحت له الحقيبة يحملها على منكبه. نعم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ومالك يوافق على أن تكون المنطقة إيش تحت الإزار ليس فوقه. إذا مالك يوافق الجمهور في لبس المحرم ليش المنطقة، ولكن أحب إليه أن تكون تحت الإزار، فإذا لبسها فوق الإزار فلا مانع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تخمير المحرم وجهه. وقال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. ساق مالك رحمه الله في أول هذا المبحث عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد أنه رؤيا يغطي وجهه، ومن هنا أخذ البعض بأن عثمان رضي الله تعالى عنه بمنزلته من العلم ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم ولعداده في الخلفاء الراشدين قال يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يجوز تخميره. إذن بعدما يسوق مالك رحمه الله أثر عثمان أنه كان يخمر وجهه، يسوق أثر ابن عمر في بيان حد الوجه ما فوق الذقن فهو من الرأس. إذن القضية مبناها على تحقيق الخلاف، هل الوجه من الرأس أو الوجه من الجسد؟ فمن رأى أن الوجه من الرأس فحكم الرأس إيش؟ عدم التغطية، فيكون الوجه كذلك. وإذا كان الوجه من الجسد فالجسد جازت تغطيته، إذن يكون يجوز إيش؟ تغطيته. وإذا أردنا أن نحكم النصوص أو القواعد أو الوارد في هذه القضية على البتة في الموضوع لا يمكن، لأن حكم الوجه من الرأس أو الجسد بحسب المبحث الذي هو فيه. إذا جئنا إلى الوضوء، الوجه من الرأس ولا من الجسد؟ ها؟ من الجسد، لأن حكم الرأس وامسحوا برؤوسكم، وحكم الوجه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. إذا جئنا في الوضوء فالوجه مع الجسد في الغسل وليس مع الرأس، وإذا جئنا في الإحرام نجد هذا الخلاف. إذا كونه من الرأس كونه من الجسد لا يحل لنا المشكل. ما الذي يبين لنا؟ النصوص الأخرى الواردة. من تلك النصوص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا وهو بعرفات وقصته دابته فسقط فمات، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجهزوه وألا يمسوه طيبا وألا يخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن في حكم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الوجه بإيش؟ بالرأس، ولا تخمروا رأسه ووجهه. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال لولا أنا حرم لطيبناه. لنا بعد هذا بقضية ابن عمر لما ايش كفن ولده، خلي حكم الميت بعدين. في القضية بين الرجل في عرفات وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه يتفق مع قول ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس فلا ايش فلا تخمروه. طيب فعل عثمان مع قوله صلى الله عليه وسلم ومع ابن عمر مخالف. يأتي المالكية ويقولون تخمير الإنسان الوجه وهو حي فيه هذا الخلاف، تخميره وهو ميت. ابن عمر يقول لولا أن حرم لطيبناه وغطى وجهه ورأسه. إذن ابن عمر يفرق بين الحي وبين الميت، فالحي لا يغطي وجهه لأنهما فوق الذقن من الرأس، والميت يغطي وجهه. والرسول في عرفات يقول لا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. إذن الحي والميت في ذلك سواء. ولماذا ابن عمر يقول هذا؟ قالوا لعل ابن عمر لم يبلغه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وقصته دابته وقال لا تخمر وجهه. ومالك يقول الميت إذا مات انقطع العمل، فهو ليس مكلف نغطي راسه ولا وجهه ولا نلبس ولا نسوي له، ما هو مكلف حتى يكون عليه ممنوع عليه شيء من أي من الأشياء، لأن المنع والإباحة من حق التكليف والتكليف للحي، أما الميت فقد انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فيجيب المالكية عن حديث عرفات يقول من الذي أخبر بأنه سيبعث هذا الرجل يوم القيامة ملبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا مات عندنا إنسان اليوم في الوقت الحاضر، ناخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروه فإنه يبعث ملبيا، ولا ناخذ بفعل ابن عمر في ابنه وقد خمره؟ ايش تقولوا؟ ها؟ ناخذ بقول الرسول. واحد من المالكية هناك يقول لك اصبر، الذي أخبرنا عنه رسول الله في عرفات، هل أنت تستطيع أن تخبرنا عمن مات اليوم أنه سيبعث ملبيا يوم القيامة؟ لا. ها؟ الآن هز رأسه، ما قالش لا. أول يقول نأخذ بصريح العبارة، الآن هز رأسه ساكت. ليش؟ ما تقول آه ولا لا؟ أحسن. هنا المالكية يقولون ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فهو صدق ونعامله بمقتضى ذلك، ولكن اليوم إذا مات لنا أحد من الذي يضمن لنا أنه سيبعث ملبيا؟ فلما كان المخبر عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قلنا على العين والرأس. أما من يموت اليوم فلا ندري. وهذه القضية مثل قضية شخصين اللذين يعذبان في قبرهما. مر صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنظر فقال أدفنتما أحد لهم؟ قالوا بلى. قال هذان القبران إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنها كبيرة. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله. في بعض الروايات فأخذ جريدة فشقها قسمين ووضع على كل قبر شقا منها وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. بعض علماء الحديث يقتصرون على قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكذا وأما الثاني فكذا، وقضية الجريدة هذه وشقه وقولها يجعلونها يحذفونها من الحديث أو لا يثبتونها، وبعض الرواة يثبتونها بالفعل. فعلى أنها ثابتة وفعل، هل لنا أن نضع الجريدة الأخضر على كل قبر لعله يخفف عنه؟ أو ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه علم حالهما وهما في قبورهما؟ أنت إذا عرفت اثنين من هؤلاء الناس، واحد يعذب بالنميمة والثاني يعذب ببوله، حط الجريدة. وإذا لم تكن تعلم تحط على إيش؟ فتلك القضية يدعي بعض العلماء المالكية بأن الرجل الذي مات في عرفات لا نخمر وجهه، خاصة بذاك الرجل لأن الرسول أخبر عنه. ولكن الجمهور يقولون لا، لقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم للملأ ولم يقل إنها خاصة بهذا الرجل. إذن الحكم عام، لو كانت خاصة بهذا الرجل لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي وأحمد رحمهما الله قال لا يخمر المحرم وجهه حيا ولا ميتا، ومالك وأبو حنيفة رحمهما الله قال في الميت يخمر باتفاق، أما الحي فعلى الكراهية عند مالك نظرا لقول ابن عمر ما فوق الذقن فهو من الرأس فلا يخمر. فلما جاء الخلاف عن عثمان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحي، جمع مالك بين النصين وقال إنه يكره للمحرم تغطية وجهه، فإذا غطى فلا دم عليه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا غطى فإيش؟ فلا شيء عليه أيضا، لكن بدون إيش؟ بدون كراهية. وعلى هذا الأحوط لنا نغطي الوجه ولا نترك تغطيته؟ ها؟ نترك التغطية ما دام فيها الخلاف لهذا الحد. إذا كان الميت لن يسمح رسول الله بتغطية وجه، فالحي من باب أولى. نأتي إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لما مات ابنه بالجحفة وقام بتجهيزه وخمر وجهه ورأسه،
علمنا بأن ابن عمر لا يعتبر حكم الإحرام في حق الميت، وهذا رأيه انتهينا منه. أما قوله لولا أننا حرم لطيبناه، أي لأن من حق الميت في كفنه الحنوط، والحنوط الطيب، ولكن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، ولهذا لم يتمكن من تطيب ولده لأنه هو في ذاته ممنوع من إيش؟ من استعمال الطيب. إذن إلى هنا ما يتعلق بالأثرين، أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأثر عبد الله بن أو أثري عبد الله بن عمر في الحي وفي الميت، ونخرج بالنتيجة الأولى والأحوط ألا يغطي المحرم إيش؟ وجهه. لكن إذا قدر وغطاه تريد خاصم معاه وتريد تختلف معاه وتريد تكلم عليه وتحمله بالفدية، لا، لا فدية عليه. نعم. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. يعقب على هذا مالك رحمه الله في تعليل جواز تغطية المحرم وجه إذا مات. يقول الإنسان يعمل طيلة حياته يكلف، افعل لا تفعل، حلال حرام، فإذا مات انتهى التكليف، انقطع التكليف، فإذا غطيناه أو لم نغطيه لا إثم عليه ولا يكلف بذلك. هذه وجهة نظر مالك بأن الميت يخمر وجهه كما فعل ابن عمر، ولأن الميت لا تكليف عليه. ولكن هل الكلام على الميت ولا على الحي؟ المخاطب في هذا من؟ الحي. فالنهي إنما يوجه إلى الأحياء لا إلى الأموات. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هنا أول أحكام لبس المرأة، كل ما تقدم في اللباس خاص بمن؟ بالرجال. أعتقد انتهينا مما يلبس المحرم وما لا يلبس، بقينا في المرأة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني المرأة تلبس كل شيء إلا هذين فقط. تنتقب تفتعل من النقاب، والنقاب لباس خاص بالوجه. يقول العلماء في تفسيره النقب الخرق، يقول نقب الجدار ولم يستطع إيه؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له إيش؟ نقبة. النقب الخرق في الجدار أو في الثوب. فالنقاب عند المرأة لباس خاص، قطعة من القماش تتدلى من الرأس وتنزل إلى الصدر، وأمام العينين نقبان، أمام كل عين نقب تنظر منه، هذا يسمى إيش؟ النقاب. للمرأة في وجهها النقبة البرقع، والبرقع ينزل إلى أرنبة الأنف ويظهر كامل العين ويغطي أرنبة الأنف وما حاذاها، يغطي صدغي المرأة وأنفها ويكشف بقية أنفها والعينين. والبرقع معروف من قديم، وقد هناك أسماء النقطة والوصواص إلى غير ذلك. والمرأة أيضا تلبس على وجه اللثام اللتمة، إذا كان الغطاء يغطي الفم ولا يغطي ولا يصل إلى الأنف، فإذا كان على الفم فقط فهو اللثام، وإذا كان على الأنف ويتدلى فهو البرقع، وإذا كان على الجبهة والجميع فهو النقاب. كل هذا يسمى لباس الإيش؟ الوجه للمرأة. فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس هذا. ويقولون إحرام المرأة في وجهها، يعني المحظور عليها في اللباس فيما يتعلق بالوجه فقط، أما بقية الجسم فتلبس كل شيء، ويلحق بالوجه الكفين. قال ولا القفازين. القفازان المعروف الآن بالجوانتي، الجوانتي ما هي موضة جديدة أوروبية ولا فرنجية، لا، معروف عند العرب من قبل.
وها هو يذكر في الحديث. ولكن قفاز العرب ليس كقفاز هؤلاء، كان يلبس إلى الساعد هنا، وكان يجعل فيه القطن للتدفئة ولصيانة يد المرأة من العمل في المغزل أو المنسج، فكانت تلبسه، ربما يكون له إزرار على ساعدها. فهذا القفاز الذي يلبس في الكف كما يقول الفقهاء بمثابة الجورب يلبس في القدم، إذا معروف القفاز. فالمرأة ممنوعة في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن لباس خاص معهود على الوجه وعن لبس القفازين. فإذا ما غطت المرأة وجهها بدون نقاب هل تكون لبست نقاب؟ يأتي كلام عائشة عنه. إذا غطت المرأة يدها داخل قميصها أو عباءتها تكون لبست قفاز؟ ها؟ لم تكن لبست قفاز. إذن المرأة ممنوعة من الأمرين في اللباس، النقاب خاصا بالوجه والقفاز خاص باليد. إذن لا يجوز لها أن تأخذ جورب عادي حق القدمين وتجعله في يدها ولو لم يكن على هيئة الأصابع، لأنها ممنوعة من لبس خاص لليدين، وليست ممنوعة أن تغطي يدها في خمارها ولا في قميصها ولا في درعها ولا في عباءتها، لا مانع أن تغطيها وتخفيها. وكذلك الوجه ممنوعة أن تلبس عليه لباسا خاصا، وسيأتي بقية الكلام عن غطاء وجه المرأة في الإحرام فيما يأتي في الأثر الذي بعد هذا إن شاء الله. يهمنا هنا أن مالكا بدأ يبين أحكام لباس المرأة في الإحرام. ما هو؟ ممنوعة من شيئين: غطاء الوجه بالنقاب أو البرقع أو اللباس الذي هو معهود خاصا بالوجه، ولباس القفازين. ومن حيث الحكم أو أقوال العلماء تتفق أقوال الأئمة الأربعة على منع المرأة من النقاب والبرقع واللثام وما يتعلق بلباس الوجه خاص. ويختلف الإمام أبو حنيفة مع الثلاثة في القفازين. فعند أبي حنيفة يجوز لها أن تلبس القفازين، لأن بعضهم يطعن في زيادة القفازين، ولكن النص ثابت والنهي موجود فلا حاجة إلى هذا الطعن. إذن يكون المشهور عند الجميع منع المرأة من لباس الوجه الخاص به ومنعها من وضع القفازين وما شاكلهما في الكفين. وقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. من دقة فقه مالك رحمه الله واستيعابه لهذا الباب، قدم لنا أولا حكم تغطية الوجه للرجل حيا وحكم تغطيته للرجل ميتا، ثم انتقل إلى وجه المرأة وكفيها. فذكر لنا أولا نهي المرأة عن أن تلبس النقاب وتلبس القفازين، ثم جاء لنا بأثر ثانيا بعد ذلك فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ونحن محرمات. هذا الذي جاء عن فاطمة بنت المنذر نقلا عن أسماء بنت رسول بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كنا، وبينت السبب ومتى يخمر الوجه، كنا إذا لقينا الركبان أو لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا فارقونا كشفنا. إذن المرأة تكشف وجهها
ولا تلبس نقابا ولا برقعا ولا غير ذلك. اما اذا كانت في ايش؟ في خلوة عن الاجانب. اما اذا لقيت الركبان، لقيت الاجانب غير المحارم عليها، فانها في هذه الحالة تستر الوجه، ولكن لا بالنقاب ولا بالبرقع ولا بلباس خاص بالوجه، ولكن تخمر. والتخمير كما قلنا ايش؟ التغطية. والتغطية اعم من اللبس. اللبس خاص والتغطية عامة. قد تغطي بيدها، قد تغطي بخمارها، قد تغطي بجلبابها. اذا هي مأمورة ان تخمر، اي تغطي وجهها عند لقاء الايش؟ الاجانب. وعلى هذا تكون المرأة المحرمة تكشف وجهها، لا تلبس نقابا ولا ايش؟ ولا برقعة. فاذا ما لقيتها او لقيها الاجانب تبقى لكونها محرمة كاشفة الوجه، او تخمر وجهها، تخمر وجهها. وهنا وقف، ووقفها طويلة ولكن بإيجاز. أولا وقبل كل شيء، إذا جئنا إلى حكم وجه المرأة في هذا الأثر، الأصل فيه في الإسلام وقبل الإسلام، الأصل فيه إيه؟ التغطية أو الكشف؟ ها يا جماعة، التغطية، لأن الرسول نهاها أن تلبس. إذن هي قبل النهي كانت إيش؟ كانت لابسة. قبل النهي كانت إيش؟ لابسة. إذن الأصل عند المرأة في غير الإحرام أنها لابسة، ولكن جاء الإحرام وأمرها أن تقلع أو تخلع هذا اللبس، ولكن بصفة دائمة ولا تغطي عند الأجانب؟ إذا كانت في إحرامها وهي مطالبة بكشف وجهها، إذا لقيت الأغراب والأجانب تغطي، فما بالك إذا كانت غير محرمة؟ يا جماعة نرجع إلى الوقفة مرة أخرى. قضية الحجاب في الإسلام، نأخذ وقفة عن بحث الإحرام، الوقفة مع الجميع. تلك القضية القديمة المتجددة أكثر فيها الكتاب وبالغ فيها الخطباء وألفت فيها الرسائل، في أي شيء؟ غطاء المرأة وجهها، عورة المرأة. هل الأصل في حكم وجه المرأة الكشف أو التغطية؟ إذا جئنا إلى المرأة من حيث هي في تاريخها وقبل الإسلام، نجد أن الأصل عند المرأة العربية قبل الإسلام هو التغطية، وعند المرأة غير العربية هو الكشف. في تاريخ المرأة الفارسية أو الرومية تكشف رأس وجهها وصدرها. جاءت آية الحجاب قل، وجاءت الأمر بيدنين عليهن، وجاءت آية الحجاب. آية الحجاب جاءت والحجاب موجود، ولكن على وجه أتم وأكمل. إذا جئنا إلى تاريخ المرأة قبل الإسلام، فهذا امرؤ القيس يصف امرأة سقط حجابها دون رغبة منها، فقال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا باليد. النصيف هو كالوشاح، تغطي بها به وجهها، فسقط عنها دون ما إرادة منها وأمامها الرجال، فمدت يدا تأخذ نصيفها وباليد الأخرى جعلتها وقاية بين وجهها وأعين الآخرين، فتناولته واتقطنا. اتقطنا أي التقت، جعلت وقاية بيننا وبين وجهها بيدها. ثم كما يقولون عن توبة الحميري، كانت له علاقة بفتاة، لكنها علاقة كما يقولون الهوى العذري، بعفة وكرامة وإنسانية. كان يأتيها في خلوة من أهلها وتجلس إليه متبرقعة. متبرقعة تبقى كاشفة ولا متحجبة؟
متحجبة، فنذر به إخوانها فأرادوا قتله إن وجدوه عندها، لم تستطع أن ترسل إليه من يحذره، وليس عندها الهاتف ولا برقية ولا رسائل، كيف تقي صديقها من هذه الورطة؟ فأنذرته عن طريق حجابها. لما علمت موعد مجيئه وإخوانها مختبئين لا يراهم ولا تراه، انتظرت حتى اقترب من حيث يراها من بعيد، فكسفت النقاب عن وجهها، فنظر إليها من بعيد فوجدها على ايه؟ على الحالة التي كانت تلقاه عليها ولا على غيرها؟ على غيرها. فعلم أن هناك شيء جديد، فرجع وقال: وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت، ولقد رابني منها الغداة سفورها. قلت لما أجيها العادة تكون متبرقعة، ولكن اليوم أشوفها سافرة، يبقى فيه ريبة ولا لا؟ ولقد رابني منها الغداة سفورها. فعلم أن الأمر على غير الواقع فرجع. ناتي إلى الكفين الأصابع. عمر بن أبي ربيعة في صدر الإسلام أبياته المشهورة، وفي الحج يقول: بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. هذا شاعر يقول: بدا لي منها يوم جمرت، يعني رمت الجمار. ما الذي بدا له منها؟ معصم، هذا هو المعصم، المرفق بين الكف والساعد، وكف خضيب محن بالحنة زينت ببناني بالأصابع. يبقى قبل أن تجمر كان يبدو هذا القيد بدا لي منها يوم جمرت، يعني في عرفة ما بدا له منها، في المزدلفة ما بدا له منها، في الطواف ما بدا له منها، لم يبدو له منها شيء، ولكن فرصة أخذها الحصى ورميها في الهواء حركة تبدي المعصم والكفين. إذا قبل ذلك كانت بادية له؟ لا. إذا الأصل ستر الكفين. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب أحكام النساء، إذا أردتم الرجوع إليه، لما سئل: الرجل يطلق زوجته وهي في العدة أيأكل معها؟ قال: لا. أيأكل معها ويرى يدها؟ ثم قال: قال المرأة عورة حتى ظفرها. الظفر يقول لا يراه الأجنبي. سئل: المرأة تبدي خفها، الخف تلبس في قدمها؟ قال: لا. قال: لماذا لا تبدي الخف؟ قال: يصف القدم. إذا كان الخف يصف القدم لا يرى، فكيف بالقدم نفسه؟ يا إخوان، نحن إذا أوردنا هذه الأشياء كأنها في أذهاننا تحف قديمة، وأنها سجينة وحديثة الكتب، لأنها لو طلعت هذه الآثار إلى مجتمعاتنا لما وجدت لها مكان. بضاعة لا تجد شاريا، لا ترود في أسواقنا اليوم، لأنها ستجد أشياء غريبة وبعيدة جدا، فهل نردها إلى كتبها وإلى محابسها، أو نبرز عنها ونبرزها لنستفيد منها؟ أيها الإخوة، نحن لا نطالب أحدا في بلده ولا في أهله، وإن كان من حقنا أن نطالب باسم الإسلام، ولكن نطالب في الحج، نطالب الحاج والحاجة أن يلتزموا بتعاليم الإسلام. وإذا جئنا إلى من يبحث القضية ويأتون بآثار ويتحججون ويقول: المرأة عورة إلا وجهها وكفيه، إلا الوجه والكفين، روي ذلك عن ابن عباس، وينظرون وينقلون أشياء كثيرة. المسألة طويلة البحث، وأكثر ما يستدلون به أثر ابن عباس خالفته الآثار الأخرى. ماذا نفعل بأثر موقوف على ابن عباس مع المرأة المحرمة وهي مطالبة شرعا بكشف وجهها لإحرامها إذا لقيت الأجانب تغطي وجهها؟ ماذا نفعل بهذا؟ أيضا اجتهاد ابن عباس خالف النص. الشيء الآخر، يقولون
في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان ردف زيد بن ثابت من عرفات الى المزدلفة، ومن المزدلفة اردف الفضل بن العباس وراءه الى منى. قالوا جاء رجل ومعه ابنته، قالوا جاءت فتاة تسأل، القضية واحدة، رجل معه بنت. بعض الروايات الرجل سأل، وبعض الروايات البنت سألت، وبعض العلماء يقول الرجل تعمد ان تسأل البنت رسول الله لعله يرغب فيها ويتزوجها الى غير ذلك، يهمنا صورة الواقع. قالت الفتاة ان ابي شيخ، يعني جدي، لان اباها معها، لا يستطيع الثبوت على الراحلة، او مات ولم يحج، افينفعه ان احج عنه؟ قال بلى، حجي عن ابيك. وحول وجه الفضل الى الجهة الاخرى، كان الفضل ينظر اليها وهي تتكلم. قالوا هذه شابة، هذه فتاة كاشفة الوجه والفضل ينظر اليها، فكيف تأخذ الوجه عورة؟ والرسول حول وجهه عنها. وغفلوا عن صلب الحديث، لان الحديث فيه قال العباس يا رسول الله اوجعت ابن عمك، او اوجعت عنق ابن عمك، لانه مرتين ثلاثة يدير وجهه وحوله بيده، يعني انكار المنكر باليد، اوجعت عنق ابن عمك. قال صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة خشيت عليهما الفتنة. يا معشر القائلين بكشف الوجه، الرسول خاف على الفضل من الفتاة فقط، ولا خاف عليهما معا؟ وما الذي يقي الفتاة من وجه الفضل؟ غطي الفضل وجهه، ما هم غطي، يحوله على الجهة الاخرى. اذا خشية الفتنة موجودة من الطرفين، والفضل معروف بجماله، مش بس الفضل، بنو هاشم جميعا معروفون بجمال الخلقة. تعرفون ابا لهب، لماذا سمي ابا لهب؟ لان وجهه يتوقد كلهب النار من شدة حمرة وجهه وجماله، فبنو هاشم معروفون بالجمال. فكما انه يخشى على الفضل ان يفتتن بالفتاة، خيف على الفتاة ان تفتتن بالشاب. ثم في بعض الفاظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم للفضل هذا يوم، اي في الحج، من صان سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذه فتاة تسأل فيتسمع، هما هم فيها يتسمع لها ليش؟ ثم نسوة الحجيج عموما، لكن تلك شابة معينة، فتاة بذاتها، وهذا شاب بذاته. اذا تحويل الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن الفتاة ليس فيه دليل بان الفتاة كاشفة الوجه او غير كاشفة، لانك يمكن ان تقول الفتاة اذا كانت وسيمة، او اذا كانت بجسمها او لائقة بجسمها ورآها شاب، هل يحتاج ان ينظر الى الوجه، او ان محاسن خلقتها في جسمها تسترعي الانتباه ويخشى عليه منها؟ وكم من انسان يطلع او يفتن بامرأة ولو لم يرى وجهها، يراها في مشيتها، في يسمع حديثها الى اخره. وكما قلنا والاذن تعشق قبل العين احيان. اذا حديث الفضل ليس فيه استناد لمن يقول ان الفتاة كانت كاشفة الوجه، من فين اخذتموه؟ لان الفضل ينظر اليه. وهل الفضل لا ينظر الا الى الوجه؟ قد ينظر الى جسم بقية خلقتها. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال السودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت طويلة بدينة وكان بعد الحجاب، قال يا سودة ما خفي علينا ان عرفناك، وشاف وجهها لما نقول عرفناك. ثم موضوع الايش؟ الحجاب والوجه. في قضيس بحديث الافك تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها في قصتها، لما ذهب الجيش عنها وبقيت، فجاء فلان ابن مارك وجاء قال فرأى سوادة انسان نائم، ما يعرف من هذا الانسان،
وما استيقظت إلا على استرجاعه. يعني لما أقرب عندها عرفها ورجع ويقول إن لله وإن إليه راجعون، وكان فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب. وكان إيش؟ قد رآني قبل الحجاب، يعني بعد الحجاب ما شافها، يعني عرفها بوسامتها العامة على ما كان يعهدها قبل الحجاب. تقول فقم، فاستيقظت على استرجاعه وأخذت جلبابي على وجهي. أخذت جلبابي على إيش؟ على وجهي. يبقى تاخذ وجهها مكشوف؟ لا. ثم تأتي الآيات الكريمة، يا أيها النبي قل لإيش؟ أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليك. ثم هناك في حق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن إيش؟ فاسألوهن من وراء حجاب. ليش؟ هيك اقرأ الآية. ذلك أي السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا سبحان الله، زوجات رسول الله أمهات المؤمنين محرمات على التأبيد على الأمة بكاملها، ومع هذا التحريم وطاهرات مطهرات بنص الكتاب. إنما يريد الله إيش؟ أن يذهب عنكم إيش؟ أهل ويطهركم تطهيرا. فهن طاهرات مطهرات، وهن فوق الريبة وفوق الطمع وفوق كل شبهة، ومع ذلك أطهر لقلوبكم، أي أنتم يا عامة الناس من سماء من محاكاة من نظر من غير ذلك، ولقلوبهن مع أنهن الطاهرات. فإذا كان هذا مع أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات رسول الله المطهرات الطاهرات صيانة لقلوبهن، فما بالك بالأجنبيات؟ ما بالك بها اليوم؟ إذن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي، حتى الكلام لا يلن بالكلام حتى لا يطمع الذي في قلبه. إذن يا إخوان، القضية من حيث الآيات القرآنية ومن حيث الأحاديث الواردة ومن حيث تاريخ الحجاب في العرب وفي الإسلام، يبقى الأصل عند المرأة إيش؟ ها؟ تغطية إيش؟ الوجه. ولهذا رحم الله أحمد بن حنبل يقول حتى ظفرها حتى خفها لا تبديه. نرجع إلى قضية أسماء، وتقول أسماء لنا كنا نخمر وجوهنا إذا لقينا الإيش؟ الركبان، أي الأجانب. إذن يا إخوان، على الحاجة مدة وجودها في الأرض المناسك وفي الحرمين أقل شيء، خليها تعمل تجربة، تعمل بروفة، تتمرن، تتدرب على اللباس الإسلامي، على الحجاب، حتى إذا ما رجعت إلى بلدها تكون قدوة حسنة لأخواتها، لبناتها، لجاراتها، وتكون ذلك من حسنات حجها إن شاء الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الطيب في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ساق مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث متفق عليه عند الشيخين وأصحاب السنن جميعا. قالت رضي الله تعالى عنه: كنت أطيب، وكنت تدل على التكرار، ولو كان مرة واحدة لقالت طيبت، فكنت أطيب يعني تكرارا ومرارا. ومتى كان هذا التكرار؟ نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، ولكن اعتمر ثلاث مرات، أي غير العمرة التي مع حجته. فاعتمر في صلح الحديبية،
واعتمر عودته من حنين او في حنين من الجعرانة، واعتمر مع الحج، وعمرة القضية التي بعد صلح الحديبية. إذن قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب وقع منها مرارا. متى؟ قالت لي لإحرامه ولي لحله قبل أن يطوف بالبيت. واللام هنا للتوقيت كما في قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأي إذا جاء الدلوك أقم الصلاة، كأنها تقول إذا أراد أن يحرم طيبته ويبقى بطيبه، وإذا انتهت المناسك وأراد أن يحل أو حل التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت طيبته أيضا. بهذا الحديث أخذ علماء الحديث جميعا والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أن المحرم إذا تطيب قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك في بدنه، في إيش؟ في بدنه لا في ثوبه، وبقي أثر الطيب في رأسه فلا شيء عليه، أخذا من هذا الحديث. ولكن مالك رحمه الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله كره للمحرم، وكره بمعنى منع، لأن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم يتورع الواحد منهم أن يقول حرام وحلال، بل يقول أكره والكراهية أعم، ولا يقول أوجب بل يقول أحب والاستحباب أعم، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تقول لما تصف إيش ألسنة هذا حلال وهذا لا. التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة وهي الطيب قبل الإحرام يبقى أثره بعد الإحرام إلى أن ينزل من عرفات، ما حكمه؟ الأئمة الثلاثة كما أشرنا يجيزون ذلك، إلا أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة منع هذا، ومالك يمنع لما سيأتي من غسل الطيب في قضية عمر ومعاوية وسالم إلى غيرهم. وهنا بما يجيب مالك أو بما استدل الأئمة الثلاثة بفعل عائشة، وجاء في بعض الروايات وكنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه، ورواية مسلم بعد 3 أيام، وفي بعض الروايات بطيب ليس كطيبكم هذا. فمن هنا كما أشرنا أجاز العلماء الأئمة الثلاثة حينما تريد أن تحرم وضعت طيبا في رأسك وضعت طيبا في بدنك فلا مانع، لكن في ثوبك لا، لأنك إذا وضعته في بدنك ثبت على بدنك، أما إذا وضعته في ثوبك ونزعت الثوب ثم لبسته كأنك استأنفت طيبا بعد أن أحرمت. وهنا الفرق بين إيش؟ الطيب في البدن والطيب في الإيش؟ في الثوب. وعلى هذا كما أشرنا مشى الأئمة الثلاث، مالك منع. ما حجة مالك في المنع من أن يتطيب المحرم قبل إحرامه ويبقى أثر الطيب عليه؟ فهمنا القضية أولا يا جماعة؟ اتفق العلماء بأن من قال لبيك يحرم عليه استعمال الطيب من جديد ولا لا؟ يحرم استعمال الطيب من جديد بعد الإحرام، أو كما يقولون يحرم ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام. طيب حكم دوامه بعد الإحرام يكون موجود قبل الإحرام، ولكن دوام الطيب موجود أثره باق بعد الإحرام، ما حكمه؟ إيش قلنا في هذا؟ الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ قالوا ما في مانع. مالك قال إيش؟ قال لا. ابن عمر قال إيش؟ قال لا. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال إيش؟ قال لا. إذا المسألة في إيش؟ استدامة الطيب بعد الإحرام.
ناتي إلى ما بعد هذا الأثر. نعم، تقول لإحرامه أي قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. إذن الإحرام له بداية ونهاية. بدايته في الميقات حينما تقول لبيك، فحينما يتجرد من ثيابه ويلبس ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وقبل أن يقول لبيك، هذه بداية الإحرام. له أن يتطيب قبل أن يقول لبيك طيبا في بدنه لا في ثيابه. يبقى أثر هذا الطيب لا مانع عند الأئمة الثلاث. إذا ومتى؟ حينما ينزل من عرفات ويرمي الجمرة ويحلق شعره، بعد ذلك عليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. الأئمة الأربعة يقولون: من رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت حل له كل ما كان حراما حتى النساء. فإذا رمى الجمرة فقط وحلق فقط، جمع الاثنين، رمى وحلق ولم يطف بالبيت، حل له اللباس وحل له ما كان حراما قبل ذلك إلا النساء ودواء النساء وهو الطيب. فلا يمس طيبة ولا يمس زوجته حتى يأتي بالثالثة وهي طوافه بالبيت. وأم المؤمنين تقول: كنت أطيب رسول الله قبل أن يطوف بالبيت. والجمهور يجيبون عن ذلك بأن فعل أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثابت، ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأعرابي أن يغسل عنه الصبغة، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أمر معاوية أن يغسل الطيب. إذن تطيب عائشة إنما هو لخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيب يدعو إلى النساء. ورسول الله ليس كأحدنا، لأنه أملك لإربه منا، فلا يثيره الطيب إلى النساء بخلاف عامة الناس. ولكن علماء الحديث ما عدا أئمة الفقه يقولون: ما دام ثبت عن عائشة ولم يأتي خصوصية لرسول الله فنحن نجعل الحكم عامة. والأئمة يقولون: لا، القاعدة الفقهية الأصولية أنه إذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يفعل، أو نهى عن شيء ولم يفعله وفعله هو، فيكون خاصا به. إذا نهى عن شيء وفعله فيكون ذلك من خصوصياته، والنهي موجه للأمة لا يفعلونه، إذا لما يفعله هو خاص به. كما صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة وسألته، قال: ركعتان كنت شغلت عنهما. قالت: أفنقضيهما إن فتت؟ قال: لا. فأصبحت خصوصية له. إذا نبقى في الإحرام إذا أحرم وبقي عليه طيب، أيبقى هذا الطيب أو يجب عليه أن يغسله؟ قلنا إن الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ ها؟ يتركه ولا مانع في ذلك. نبقى لأي شيء؟ باستدلالا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها،